وراح باصص شاف واحد لابس ومتجه ناحية الحيطة وراح داخل فيه. عايش في فيلا كلها عفاريت وأشباح، والجن كان بيعدي من قدامه كده وبيرمي عليه السلام، لدرجة إنهم خدوا على بعض وبقوا يشوفوه كل شوية وكأنه بقى واحد من العيلة وعايش معاهم. بصينا لقينا الشنطة دي راحت مرفوعة لفوق وكتاب بونا بيتشد لبره. قصة غريبة جدا حكاها الفنان عزت أبو عوف عن العفاريت اللي كان عايش معاهم في الفيلا. تعالوا بينا مع بعض نعرف إيه الحكاية. عزت أبو عوف كان عايش في فيلا ملك ليه ولعيلته، وكانت مساحتها كبيرة جدا. وبيحكي الفنان عزت أبو عوف وبيقول إن في مرة والده راح عشان يشتري فيلا، ولقى واحدة عجبته جدا وبالفعل اشتراها. الفيلا دي بقى كانت بتاعة رجل أعمال معروف اسمه شيكوريل أو سيكوريل، لكنه للأسف اتقتل جوه الفيلا ومراته وابنه ماتوا بعديه.